السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. عندي سؤال. شيعي؟ اي نعم، تفضل. هو سؤالي في موضوع الحديث العشر المباشرين في الجنة. هل تعتقد ان هذا حديث صحيح؟ بعض العلماء الحديث صحيح. ليه؟ لكن علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب قتل طلحة والزبير، وهم ايضا من العشر المباشرين في الجنة، كيف؟ ممكن اقول لك يعني؟ ولا بلاش اقول لك؟ ايه طيب، ما في مشكله. يعني هو لما تقاتل معهم يعني كفروا، يعني سواء قتل سؤال انا بقول لك الجنة. سؤال تجاوبني عليه، هل عندما تقاتلوا كفروا؟ اي كفروا، كفروا، تقاتلوا بينهم. كيف كفروا وعلي بن ابي طالب كان يصلي على قتل الفريقين؟ اذا علي بن ابي طالب كان يصلي على كافر. هم بس ايش قتلهم؟ قاعد معك سؤالي يا سيدي، أنا بسألك سؤال تجاوب على قد السؤال. لماذا علي بن أبي طالب كان يصلي على قتل الفريقين؟ لماذا علي بن أبي طالب قال لنا نستزيدهم في الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يستزيدوننا في الإيمان بالله واليوم الآخر وأن الرب واحد والنبي واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء؟ إما أن يكون علي بن أبي طالب صحيح، كلامه صحيح، وإما أن تكون كلامك أنت الخاطئ. من ترجح؟ هو هذا الكلام من عندكم بس. أيوة هو ده اللي عندنا، ما عندناش أصلا، إحنا ما عندناش خيار فوق. طب أنا أسألك سؤال بسيط، أدي كده أهو، أدي كده أهو. متى علي بن أبي طالب في كتب الشيعة كفرهم؟ متى كفرهم؟ لأنه قال قاتل ابن صفية في النار، ومن نقل هذا الحديث منهم علي بن أبي طالب. أيوة قول لي كده، متى كفروا؟ يعني كفر أتباع معاوية متى؟ بجيب لك الحديث. أجيب لي؟ أبعت لك واجيب لك. روح تعالى بس تبقى تيجي ما بيني وما بينك، يعني إيه تيجي؟ ما تروحليش ورا الضريح ولا المرقد وتقعد، تعالى. أوكي يعني روح وتعالى. أنت تفتح بث باكر مو؟ ما فيش مشكلة، باكر باكر يا سيدي. يلا أوكي ماشي، مع السلامة.